السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نشرح لكم عن طريقة تركيب البروفايل ليد بشكل سهل وحلو، وإن شاء الله المعلومات راح تكون قيمة وراح تستمتعوا فيها جدا. طبعا معروف إنه إحنا من نركب الأسقف بروفايل ليد لازم يركب على الفلات. بإمكانك تشتغلوا على الجدار طبعا بحفر وتفتيح الجدار، ولكن إحنا الآن قاعدين نشتغلوا على سقف فلات. ولما بدك تشتغلوا على سقف فلات أكيد لازم يكون راكب جبسن بورد نازل عن السقف أقل شيء 10 سم. مثل ما انتم شايفين هنا راكب الجبسن بورد بشكل زجزاج، مثل ما عودناكم دائما كيف تركب الجبسن بورد بشكل هندسي. طبعا البروفايل قياساته متعددة كعرض، ولكن طوله 3 متر و7 سم، هذا المتوفر في الأردن. والآن بنرسم الرسمة بواسطة خيط العلام عشان نفرغ للبروفايل ليد، وبناخذ القياس ما بين الخط والخط حسب عرض الكرنك من الخلف. والآن بنقوم بتفريغ مكان ما رسمناه بواسطة المشرط، ولكن في ناس بتستخدم مثلا الصاروخ وبتقوم بتفريغ الجبسن بورد عشان تركب الكرنك تبع البروفايل ليد. أنا بفضل المشرط لأنه يعني أدق وأفضل وما بقص الحديد. طبعا الكرنك أو قاعدة البروفايل بتكون من مادة الألمنيوم، وبعدها بنركب قطع من السيشنال وبنجمع جسم الجبسن بورد في بعضه، وهو يعتبر قاعدة لكرنك. اللي شفته أنا بالأردن كعرض قواعد بروفايل اللي هم الكرنكات من سنتي و7 ميلي لغاية تقريبا 6 سنتي، هذا اللي أنا شفته متواجد في السوق عندنا فقط لا غير. غير هيك ما بعرف شو القياسات الأكبر أو الأصغر. طبعا القياسات الكبيرة للمناطق الخارجية. وبعدين بنفرغ للسبوت للمعلقات اللي بدنا نركبهم بالسقف عشان نطلع منظر جمالي. وبعدين بنقص الكرنك زاوية 45 وبنفرغها من الخلف عشان نطلع منها السلك اللي بدي يركب عليه ضوء الليد. وبعد ما قصينا زاوية 45 بنقصها من الخلف عشان نطلع السلك اللي بدنا نمشي فيه خط الليد. وبعدين بنضيف سوبر جلو على القاعدة من الخلف عشان نثبتها بالمكان المخصص إلها. تهدف قناة بيت الأحلام للديكور إلى الحد من البطالة حول العالم. فيا أخوان اللي بيشوف حد من أصحابه مش ملاقي شغل أو بدور على إشي يتعلمه أو بصنعة يتعلمها، قناة بيت الأحلام للديكور بتقدم له كل إشي بيحتاجه. وباستخدام منشف السوبر جلو بنثبتها بالسقف. ومثل ما انتم شايفين احنا قصينا البروفايل على زاوية 45 عشان بس نركب الليد يتوصل مع بعضه من كل الجهات. وهيك بتكون قاعدة البروفايل جاهزة بشكل كامل. أما الآن بننتقل لمرحلة تشييش السقف والمعجونة. طبعا بنمعجنها ومع جسم طبعا البروفايل. في فيديو أنا سويته قبل هيك لطريقة معجونة الجبسن بورد. طبعا الإضافة اللي احنا ضفناها الآن ألا وهي معجونة الأساس اللي هي الفيلر كانت بالفيديو اللي قبلها، الآن نشتغل على معجونة الألياف. والآن
الآن المعجون بكل خطواتها صارت جاهزة. وبعد هيك بنقوم بحف وسنفرد المعجونة اللي على الجبسن بورد يدويا أو بماكينة طبعا. وبعد هيك بننتقل لمرحلة الدهان، بنعطيها من وجهين لثلاث وجوه. طبعا الدهان مط، يعني مطفي. طبعا انا اخترت محولين للليد لانه انا في عندي رسمتين بالسقف، كل محول 100 واط. طبعا في قياسات 100 200 300 400 500 واط حسب الكميه اللي انت بدك تشتغل عليها. وهذا شريط الليد يتم الصاقه على الكرانك لانه هو ملزق، يعني عباره عن دبل فيس، وبنقوم بتلزيقه على البروفايل. طبعا ضل علينا نركب الوجه تبع البروفايل ليد عشان انه يمنع تشتت الضوء ويوحده، بحيث انه يكون هو عبارة عن فلتر للبروفايل ليد. هاي معظم الخطوات اللي احنا بنستخدمها عند تركيب البروفايل ليد. فبتمنى انكم تستمتعوا وتنبسطوا بهيك شغل. واللي بدنا نعرفه انه هذا الشغل على الكهربائي مش عليك انت كفني ديكور، ولكن احنا لازم يكون في عندنا معلومة نوصل لها ونفهم شو اللي احنا او نفهم شو اللي احنا راح نطبقه. هاي هو البروفايل، هيك صار راكب واموره 100%. وهيك فنشنا الشغل والحمد لله. بتمنى انه هالفيديو افادكم وعجبكم، وان شاء الله بنشوفكم على الفيديو الجاي. السلام عليكم.